اعتقد انت اكيد بتتسالي كتير قوي السؤال ده المتعلق بالكرش، نعمل ايه عشان نتخلص هو منه؟ السؤال الوحيد اللي النهارده بقى احنا بقى هننوع لك كمان حواليه شويه اسئله تانيه من عينه. هو ايه اصلا اللي بيتسبب فيه؟ هل الاكل وكميه الاكل فقط، ولا ساعات بيكون في عناصر تانيه او عوامل اخرى بتؤدي الى ظهور البطن المنتفخه او الكرش عند الرجاله وحتى عند الستات؟ عند الستات. هي الموضوع مش هنصنفه عند الرجاله وعند الستات، لانه اسبابه واحده عند الاثنين. يمكن عند الستات اكتر شويه لانه الموضوع داخل فيه برضو هرمونز. والبنات عندها استروجين اعلى، فالاستروجين ده برضو مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم. غير كمان ان الموضوع بيبقى معتمد على الجينات. يعني احنا عندنا عوامل كتير بتخلي ان الدهون تتخزن في المنطقه بتاعه البطن. اولهم الاكل الكتير، لما باكل سعرات اكتر من المفروض اللي جسمي بيحرقها. بس ده مش بالضروره ان هو يخزن في البطن بس. البطن هتزيد؟ هتزيد، بس جسمي برضو كله هيزيد، لان انا لما هزيد الدهون الزياده دي كلها هتتوزع على كل جسمي. بس في دايما اماكن بتبقى الدهون مركزه فيها اكتر. بالظبط، وفي اكل بيخلي تخزين الدهون اكتر في المنطقه بتاعه البطن. فعلا. زي الحاجات اللي فيها سكر ابيض او دي ابيض، اللي هي حاجات بنسميها سمبل كارب او الكربوهيدراتس البسيطه، اللي هي بترفع هرمون الانسولين بنسبه عاليه اعلى من الطبيعي. وبالتالي كل ما الانسولين بيترفع كتير، كل ما الجسم بيخزن دهون او احتماليه تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن او الكور اريا عامه، البطن والجناب، بتبقى اكتر بكتير. يعني في دراسه اتعملت لقت انه في هرمونين، اكتر هرمونين في الجسم بيأثروا في تخزين الدهون في منطقه البطن هم الانسولين، وده بيترفع من الحاجات اللي فيها سكر ابيض او دقيق ابيض او مشتقاتهم، عصاير، مشروبات غازيه، حلويات، معجنات، مخبوزات داخل فيها السكر الابيض والدقيق الابيض. والحاجه كمان هو الهرمون الكورتيزول، وده ستريس هرمون في الجسم. عشان كده انا قلت مش دايما الاكل بس هو العامل الرئيسي في تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن. الكورتيزول ده بقى بيعلى من ايه؟ لو قاعد بفكر كتير، بعمل مجهود ذهني وبدني كبير قوي، بضغط نفسي في شغل كتير، على طول متعصب ومتضايق، حالتي النفسيه او مودي دايما وحش، بسهر كتير، ما بنامش في الوقت اللي المفروض ان انا انام فيه. كل ده، كل ما الجسم يبقى تحت ستريس ايا كان الاستريس ده، نفسي او ذهني او بدني، بيبتدي الكورتيزول ليفل ده يبقى عالي. كل ما يبقى عالي، كل ما الجسم يخزن دهون اكتر في المنطقه بتاعه البطن. ده لو احنا على حسب برضو شخصيه ونفسية كل واحد اللي بتختلف من شخص للتاني. يعني في ناس مثلا لما بيضغطوا قوي بياكلوا بنهم، في ناس العكس لما بيضغطوا قوي مبيبقاش عندهم حتى شهية. بالظبط كده، ده بيبقى في مساحة لفروقات فردية. بالظبط، ما هو ده بيعتمد على تعامل الجسم نفسه مع الستريسورز او الستريس اللي هو محطوط فيه عامل ازاي. احنا عندنا كذا ستريس هرمون، احنا بنتكلم بس على الكورتيزول. انا لما بيتفرز ادرينالين اكتر بيبتدي يعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي، فلاقي ان انا عندي مشكله ان انا مش عارف اكل، باكل بكميه قليله وماليش نفس. بس لما الكورتيزول هو اللي بيبقى اعلى، بلاقي ان انا الشهيه بتاعتي اتفتحت، لان ده كمان بيعلي لي انسولين، ولما الانسولين بيعلى بيكسر السكر اللي في الدم، فبحس ان انا محتاج ارفع السكر ده تاني، فبيجي لي كريفنجز اكتر. فهو على حسب طبيعه الجسم. على فكره ممكن يكون نفس الجسم لما بيبقى في ستريس معين بيلاقي ان هو عمال بياكل كتير قوي، وفي ستريس تاني خالص لنفس الشخص بيلاقي ان هو مش عارف ياكل. ده على حسب الكيميكالز والهرمونز بتاعت الجسم اللي استجابت لوقت الستريس ده نفسه اللي حصل، فانا هرمون بقى هو الطاغي، فانا حالتي بقت عامله ازاي في الاكل. تمام.